السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم خير بإذن الله. إذا من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات وتطورات قضية المرحوم أنور اللي توفى بمدينة طنجة داخل الشقة ديالو بحي مسنانة بطريقة مروعة على يد فتاة قاصر كتبلغ من العمر 17 سنة. فالبارحة من خلال اللايف اللي تكلمنا فيه على مستجدات مقتل أنور قلت لكم أنه واحد النقطة مهمة جدا خصنا ندقوا عليها، وهي أنه هاد البنت خلال الاعترافات ديالها قالت بأنه أنور مين بغى يغتصبها، فوجهت له مجموعة ديال الطعنات على مستوى العنق وعلى مستوى الظهر. وعقلوا لي مزيان اخوتي على هاد الطعنه ديال الظهر، واش اخوتي كاين شي واحد باغي يغتصب شي بنت يعني جاي لعندها مباشره وغادي يطعنوا في الظهر؟ الا جينا نفكروا بالمنطق فخصها يعني يطعنوا على مستوى الصدر او البطن، هاد الشيء لا هي كتدافع على راسها، ولكن منين غادي يطعنوا على مستوى الظهر هاد الشيء كيقول بان هاد السيد يا اما غدراته وغفلاته او لا هو كان هارب وهي تابعاه بالسلاح الابيض وطعناته به. اذا اخوتي كاينين تفاصيل كثيره غادي نفهمها لكم دقه بدقه اخوتي، بطبيعه الحال اخبار اللي هي موثوقه ماشي اشاعات وماشي كذوب، لانه الاسره ديالت هذه الفتاه كما قلت لكم من نهار بديت كنتكلم عليها وهي كتحاول انها تسينيالي الفيديوهات، ان دائما فين ما كنتكلموا على شي مجرم فكتدخل العائله ديالته كتبدا يسينيالي وكيبدا يكتبوا تعاليق خايبه، كيبقاو يهددوا كيبقاو يسبوا. اذا هذه الامور حنا موالفين بها اخوتي. كما قلت لكم في الاول انه كاين تطورات مثيره في قضيه مقتل طالب طنجه. اذا البارحه تقدمت الفتاه القاصر المشتبه فيها بقتل طالب داخل شقته بمدينه طنجه، قدمت شهاده طبيه تكشف اصابتها بخلل نفسي وعقلي منذ سنه 2020، وذلك اثناء التحقيق التفصيلي معها من قبل قاضي التحقيق. الطفله القاصر المشتبه فيها التي وجه لها الوكيل العام للملك تهم القتل العمد والسرقة وإخفاء معالم الجريمة، كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة قبل سنوات سلمت لها من طرف طبيب مختص. إذا أخوتي قاتلة الطالب أنور أدلت بشهادة طبية تؤكد فيها أنها مصابة باضطرابات نفسية وعقلية منذ سنوات. واش أخوتي مريضة عقلية ولا حمقى كتعرف تقتل وكتعرف انها من مورا الجريمه ديالها تسرق التليفون ديال انور وتمسح منه الصور والمحادثات والفيديوهات اللي كيجمعوهم مع بعضياتهم؟ واش اخوتي حمقى ما غتنساش تهز السلاح ديال الجريمه اللي قتلت به انور؟ واش حمقى غادي تعرف انها تهرب من المنزل من بعد ما تسرق منه السوارت ديال الدار وتطرق على الولد وتمشي تشد المركوب وتنتقل من مدينه الى مدينه اخرى؟ واش الحمق كيعرف يخطط هاد الامور هادي كاملها خوتي؟ فاي مجرم تكلمنا عليه الا وكيدلي بشهاده طبيه كيقول بانه مريض نفسي وعقلي، وهذا الشيء غير باش يعني يموهوا القضاء او لا يستعطفوا الراي العام او لا يتملصوا من العقاب، وحنا ثقتنا كبيره في القضاء المغربي انه ما غياخذش بعين الاعتبار هذه الشهاده، وان شاء الله غياخذ الحق ديال هذا الطالب اللي توفى مغدور اخوتي. فمن بعد اخوتي ما انتهت التحقيقات ديال الشابه مع الخال ديالها مع الوكيل العام للملك، فهذا الاخير قرر انه يوجه تهم ديال القتل العمد والسرقه واخفاء معالم الجريمه لهذا الشيء بالنسبه للبنت، والخال ديالها تابعوا بجريمة المساعدة في السرقة والتستر على الجريمة وإخفاء معالم الجريمة، وهادو بجوجهم أخوتي تهم اللي هي خطيرة واللي تم من خلالها متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن سات فيلاج بمدينة طنجة. ومن المرتقب أنه الجلسة الماجية إن شاء الله غادي تكون الأربعاء القادم 16 نوفمبر، هذا هو تاريخ محاكمة الفتاة المراهقة والخال ديالها اللي شاركوا في هذه الجريمة ديال قتل الشاب أنور بطريقة بشعة واللي هزات مشاعر المغاربة. إذا أول حاجة أنه البارحة قاضي التحقيق استمع الأب ديال أنور من جهة واستمع كذلك من جهة ثانية لهذه الفتاة المراهقة. بالنسبة للأب ديال أنور
تم الاستماع ليه من طرف قاضي التحقيق والوكيل العام للملك، ولكن ما كانتش واحد المواجهة ما بينه وما بين الفتاة. هذا الشيء غادي يكون في المرحلة الماجية إن شاء الله. دابا استمعوا لكل طرف على حدة. بالنسبة لأب أنور، قال قاضي التحقيق أنه توجه هو والزوجة ديالته اللي هي أم أنور للشقة اللي كيكتريها بحي مسنانة، فتحوا الباب كيلقاو ولدهم غارق في دماياته. من جهة أخرى الأب كيقول بأنه عارف بأن ولده ما عنده حتى شي عداوة مع حتى شي شخص، بل بالعكس أن الإبن ديالو كان محبوب عند الأصدقاء ديالو، الزملاء ديالو، في أفراد الأسرة، كل شي الناس كانت كتحبه، وأنه ما عنده حتى شي عدو نهائيا اللي غادي يشكو فيه. من جهة أخرى هاد المراهقة منين تم الاستماع لها من طرف قاضي التحقيق، فتخيلوا معايا البنت شنو اللي كانت كدير. كل ساعة كانت غير كتقول كلمة وكتسخف، وكيعيطوا على سيارة الإسعاف كيتم الإسعاف ديالها وكيفيقوها، كتنوض تاني كتضربها الفيقة، كتقول جوج كلمات وكتسخف عاوتاني وكيفيقوها، يعني كدير لهم موت حمار باش تهرب من التحقيق. فهمتونا أخوتي؟ واش هادي حمقة؟ واش كاينة شي حمقة عندها هاد الذكاء كامل اخوتي؟ قولوا لي غير شي مجرم هضرنا عليه دار هاد الخطه الجهنميه، قولوا لي غير شي مجرمه تكلمنا عليها دارت هاد الخطه الجهنميه. الدريه غير كيبدا يسول فيها قاضي التحقيق كتقول جوج كلمات تبدا تفتف وتسخف، وسيروا عيطوا لينا على الاسعاف، سيروا جيبوا لنا الممرضه تفيقها، ديروا الريحه، ديروا البصله، باش هادشي كامل. هادشي كامل علاش؟ اول شيء باش تهرب من التحقيق وتهرب من الاجابه على الاسئله، ومن جهة أخرى لاستعطاف الرأي العام وبالخصوص استعطاف قاضي التحقيق اللي احنا كان ما كنشكوش نهائيا في النزاهة ديالو، وأنه يعني غادي يحقق مزيان في القضية ديال أنور وغادي نصفه إن شاء الله. وهاد التمثيلية وهاد المسرحية كاملة اللي كديرها الدرية راه ما غاديش تفيدها نهائيا، وهاديك الشهادة الطبية اللي دلت بها بأن السيدة حمقى وكتعاني من اضطرابات نفسية، علاش قالت لهم هاد الشيء؟ قالت لهم أنها كتعيش ظروف اجتماعية صعبة، الوالدين ديالها مطلقين منفصلين وكيعيشوا خارج الديار ديال المغرب، يعني عايشين في اوروبا وما كيسولوش في بنتهم، حتى انها البارح منين كانت عندها الجلسه امام قاضي التحقيق فحتى واحد ما جمع هاد الدريه، وقفات بوحديتها امام قاضي التحقيق مع المحامي ديالها، بخصوص ان ملي كيكون المجرم قاصر او لا من الاحداث فضروري خاص يكون معاه باه ولا مو اثناء التحقيقات معاه، بخصوص هاد البنت حتى شي واحد ما كان معاها. وكتقول بان هاد الاضطرابات النفسيه اللي كتعاني منها السبب ديالها راجع الانفصال ديال والديها، طلاق ديالهم، وانهم ما كيسولوش فيها ما كيعبروهاش، وانها غير خالها هو اللي مربيها. هاد الشيء علاش البنت يعني مرضات في النفسيه ديالها. واكيد اخوتي شوفوا راه هاد البنت راه فعلا راه بسيكوبات، راه هاد السيده هاد الشيء اللي غنحكي لكم دابا اللي جاي راه غادي تاكدوا بان هاد السيده ماشي طبيعيه نهائيا. اذا هاد البنت قالت ان تعرفت على أنور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتسكن هي بمارتيل، ونهار الجمعة اللي غتوقع فيه الجريمة مشات انتقلات لطنجة لعند أنور. مشاو كيتساراو شي شوية في المدينة، شوية جلسوا في القهوة، فعرض عليها أنها تمشي معاه للشقة ديالو، قال لها راه غادي ندير واحد الحفلة صغيرة غيكونوا فيها الأصدقاء والصديقات ديالي، أجي شاركي معنا في هذاك الحفل. وهي وافقت. منين دخلوا للدار اكتشفت أنه حتى واحد ما كاين، قالت لي فينا هي الحفلة اللي قلت سيليا؟ قال لي هارا غادي تكون من مورا صلاة الجمعة. صافي السيد مشى الجامع صلى ورجع في حالاته، دخلوا للكوزينة كيطيبوا الغداء، الوجبة ديال سباغيتي. من تما قالت ان الدري بدا كيمد يديه عليها، هاد الشيء اللي هو ما تقبلاتوش، وحاولت انها يعني تدافع على راسها ولكن هو غلب عليها. من تما كتقول انها هزات السلاح الابيض وطعناته على مستوى الصدر، على مستوى العنق، على مستوى الظهر. من تما هزات التليفون ديالها وصونات على خالها وقال ليها اجي دابا شدي المركوب واجي. اذا التشريح الطبي اشنو اللي بين اخوتي؟ التشريح الطبي بين ان جثمان انور لا يوجد به اي اثر لمقاومه ومحاولة العنف سببتها المتهمة، يعني أنور ما فيه شي ضربات ولا ما فيه شي قميش، يعني البنت إلا باغي يغتصبها أكيد غادي تقمشو ولا غادي تضربو، فالجثة ديال أنور ما فيها لا قميش لا والو، الشيء اللي كيبين أنه ما كاينش واحد الدفاع عن النفس اللي ولا واحد المقاومة من جهة البنت. وكذلك هي منين دازت في الخبرة الطبية الجسم ديالها ما فيه حتى شي آثار ديال العنف أو لا يعني التعدو ولا الاغتصاب، يعني ما ضربها ما قمش
نقشها ما زرق ليها لحمها ما والو. من جهة أخرى أن الشقة ديال أنوار كانت مترتبة ونقية ومقادة، فهاد البنت لو كان بغا تدافع على راسها أكيد غادي تبدأ تهرس في الطباسل، تشير عليه بالكيسان، غادي تشير بشي كرسي، أكيد أن الروينة غادي تكون نايضة في الدار. وهذا الشيء أخوتي ما كاينش بتاتا، يعني هاد الرواية ديال هاد الدرية كلشي كذوب كذوب أخوتي. دابا غادي ندوزو لأهم نقطة اللي بغيت نشاركها معكم. ظهرت حقائق جديدة في ملف الطالب المذبوح بطنجة، ضحية قتل من قبل قاصر تنحدر من مارتيل نواحي تطوان. المعطيات الأولى والجديدة والتي أدلت بها الخبراء الطبية ولا التشريح الطبي كتقول بأن الضحية تلقى طعنة أولى قوية على مستوى الظهر. أول طعنة كانت على الظهر أخوتي، فتخيلوا معايا واحد بغي يغتصبك وغادي تطعنيه في الظهر، فالعقل كيقول أنه أول طعنة خصها تكون في الصدر أو لا في البطن ماشي في الظهر. الظهر كيتسمى أنت غدرتيه أو لا غفلتيه، فهمتوني؟ إذن أول طعنة كانت طعنة قوية على مستوى الظهر قبل أن يستدير أنور لتباغته القاصر بطعنة أخرى في العنق أصابت منه مقتلا ما أدى إلى سقوطه على الأرض. إذن طعناته على مستوى الظهر، تفاجأ أنور ودار لعندها كالطعن مجددا للمرة الثانية على مستوى العنق وكالذبحو من الوريد إلى الوريد، ودارت أحداث الطعن بمطبخ الشقة إذ كان الضحية حينها منهمكا في إعداد وجبة من المعجنات، ما يعني أنه ترك مرافقته في غرفة أخرى قبل أن تلتحق به للانتقام منه. أنور كان كيطيب السباغيتي في الكوزينة والدرية كانت جالسة في غرفة أخرى، شوية غادي تلتحق به وغادي تهز السلاح الأبيض وغطعنه على الظهر، ومنين هو غيدور غادي تطعنه على مستوى العنق. وحسب المعلومات التي أوردتها جريدة الصباح اللي هي جريدة كبيرة ومعروفة بالمصداقية ديالها، فإن الفتاة القاصر والطالب لم يكونا على سابق معرفة ولم تكن بينهما علاقة حميمية، بل كان لقاؤهما الأول يوم ارتكاب الجريمة، سبقه تعارف في مواقع الدردشة لم يكد يخرج عن تبادل الإعجاب، يعني كانوا كيشاطيو كلام اللي هو عادي جدا وتلاقوا من بعد، سيما أن الشاب الوسيم كان مشهورا على تيك توك بالوصلات التي يقدمها باستمرار ويحظى بإعجاب أقرانه ومن هم أصغر منه سنا. وانتهى التعارف بالعزم إلى على اللقاء بين الاثنين، وهو ما تحقق يوم الجمعة. قضى الصديقان الجديدان فترة يتجولان بمدينة البوغاز كما جلسا في مقهى قبل أن يفاتحها في مرافقته إلى شقته التي يقطن بها وحيدا، وكان إصراره حاسما ليصطحبها إلى حي مسنانة حيث يقيم دون أن يدرك أنه يسير بخطى ثابتة نحو نهايته. لكن شيئا حدث انتهى بمباغتة الضحية بطعنة غادرة في الظهر ومعاودته بأخرى في العنق، يعني شي حاجة وقعت بيناتهم خلات أن هاد البنت تغدر أنور والطعنو على مستوى الظهر. السيد تفاجأ كيدور يشوف فيها كالطعنو تاني على مستوى العنق وكالذبحو، لأنه أنور شاب اللي هو صحيح والدرية عندها 17 سنة، لو كان ما غفلاتوش كان غادي يدافع على راسه. راه مستحيل شاب قوي ورياضي غادي يخلي بنت تذبحو وتطعنو كيف ما بغات هي إلا وكان غادي يدافع على راسه وكان غادي يغلب عليها. ولكن هاد السيدة غدراته وغفلاته، يعني غفلاته جابت لي ضربة غفلاته بمستوى الظهر، يالله كي دار ضرباته على العنق ما خلاتوش يفكر أو اللي يدير واحد المقاومة قبل أن تستفيق على هول ما فعلته، وهي ترمقه مدرجا في دمائه لتتصل بقريبها اللي هو الخال ديالها وتخبره بالواقعة ويقترح عليها الإسراع بمغادرة المكان وحمل هاتف الضحية معها وسكين الجريمة، واللي قال لها هزيت الموس ما تنسيش وهزي معك التليفون ديالو. فهنا الدرية شنو غادي تدير؟ فمنين قتلات أنوار فمشات هزات التليفون ديالو، مشات دغيا مسحات جميع الصور والمحادثات اللي يعني اللي كتجمعهم مع بعضياتهم باش يعني الشرطة منين غتجي من بعد وتحقق ما غتلقاش شي دليل عليها. من بعد شنو غادي دير؟ منين مسحات المحادثات من التليفون فغادي تهز التليفون تشفرو، غادي تهز البيسي بورطابل سوارت ديال الدار، غادي تطرق على الولد وغادي تمشي للمحطة الطرقية وغادي تشد المركوب من طنجة إلى تطوان
ومن تطوان الى مارتيل، وتما غادي تلاقى مع خالها، غادي تبدل دوك الحوايج اللي فيهم الدم، غيشدوا داكشي، غيشدوا ديك الحوايج وداك الموس ديال اداه الجريمه، غيديروهم في ميكا وغيلوحوهم حدا البحر. من بعد منين غادي تشد، فغادي توريهم المكان ديال فين لاحت هذاكشي كامل، وغادي ياخذوه الشرطه العلميه، وغادي زعما غيتم الاحتفاظ بالاداه ديال الجريمه. فاشنو اللي وقع من بعد؟ فالدريه غادي تمشي تفورماطي التليفون وتفورماطي البيسي، وغادي تمسح جميع المعلومات من هذوك الحسابات ديالو، سواء على التيك توك والانستغرام، مسحات التصاور، مسحات الفيديوهات، مسحات الفولوور، مسحات كل شيء باش ما تخلي حتى شي دليل. صافي، وقالت انها غادي تفلت من العقوبه، ولكن ما شاء الله النباهة ديال الشرطة القضائية شنو اللي دارت؟ قالك توزعت الأبحاث بين تحقيقات ميدانية بنيت على مسح مسرح الجريمة اللي هو الدار، ورفع الآثار الجنائية منها، وأخرى تقنية اعتمدت فيها على رقم هاتف الضحية. فهاد السيدة وخشفرت التليفون، فراه الرقم ديالو ممكن ان البوليس غادي يبحثوا فيه وغيعرفوا مع من كان كيهضر هذا السيد هذا، وغيعرفوا الرسائل اللي كانت كتوصل ليه. ومن بعد تم اجراء انتداب لدى الشركه المتحكمه في الشبكه الهاتفيه ليتم رصد المكالمات التي تلقاها او اصدرها، واجراء ابحاث قادت الى الاهتداء الى شاب بمارتيل تكرر ورود رقمه في سجل مكالمات الضحيه في اليوم نفسه. وعند ايقافه صرح ان الرقم تستعمله شقيقته القاصر رغم انه مسجل باسمه، لتصل الابحاث الى المتهمه التي عزت الفعل الى ردة فعل عن اجبارها على سلوك لم تقبله. اذا البوليس منين شدوا الخط ديال التليفون ديال انوار، فوصلتهم انه انوار كيتواصل بزاف مع واحد الرقم. هذا الرقم منين بحثوا لقوه مسجل بسميه واحد الشاب اللي كيسكن بمارتيل. جابوا داك الولد حقه معاه، قالوا ليه اشنو اللي علاقتك مع انوار، هذا الرقم علاش كتصل به؟ قال لهم انا هذا الرقم حقا بسميتي، ولكن اللي كيستعملو هو اختي القاصر. هنا فاش غادي يوصلوا للهويه ديال الدريه، جابوها وحقوا معها واعترفات لهم، وقالت لهم حقا ما حقا اننا تعرفت على انوار وهدرت معاه، ومنين دخلت للشقه حاول يغتصبني وانا قتلته. فاول شيء، الا انتيا بغى يغتصبك هذا الولد وقتلتيه دفاعا عن النفس، علاش ما مشيتيش ديكلاريتي عند البوليس وتخفي على راسك الثقل ديال التهمه، وتقولي لهم انا اشنو درت راني صفيتها ليه دفاعا عن النفس؟ انت لا شديتي سرقتي التليفون والبيسي بورطابل، وجلستي كتخربقي في الحسابات ديال انستغرام والتيك توك ديالو، وكتمسحي المعلومات عليه، والاكثر من ذلك كديري جيم والبارطاج للناس اللي كيعزيو في الولد. هاد السيده بسيكوباطه حمقى مريضه فعلا في دماغها، لانك باش تغفلي واحد الولد وتطعنيه في الظهر غير هكاك لله في سبيل الله باش تشفريه؟ راه هادشي راه ما كيقبلوش العقل. راه هناك واحد الشاب اللي كيحلف كيقول بان هاد البنت قبل ما تدخل الشقه ديال انوار شفتها هازه جنويه ديال 14، يعني السيده ناويه ترتكب جريمه، وداك الشيء اللي وقع. انوار كان جالس في الكوزينه كيطيب، وهي كانت جالسه في غرفه ثانيه، شويه كتدخل الكوزينه كتغفلو كطعنو على مستوى الظهر. الدري مع ديك الصعقه دار كيشوف شنو اللي واقع، كتعاود ليه طعنه اخرى على مستوى العنق، صافي كتذبحو من الوريد الى الوريد، كيطيح السيد كيموت. راه ماشي من المعقول ان دري صحيح رياضي غادي تغلبو دريه ديال 17 سنه، الا كانت هي يعني باغتاتو او لغفلاتو او لغدراتو. هذه غدارة خوتي بمعنى الكلمة، ما حمقة ما هبيلة ما حتى شي حاجة، ولكن عندها داك في الدم ديال هذاك الإجرام خصها تقتل. كاين هذا النوع ديال الناس اللي هما بسيكوبات كيقتلوا غير هكاك لله في سبيل الله. هاد الدرية أكيد أن عندها مرض بسبب هذاك الانفصال ديال والديها والظروف الاجتماعية الصعبة اللي كتعاني منها، هاد الشيء اللي خلاها أنها يعني تصفيها الأنوار وتسرقوا من بعد. هادو هما المستجدات اخوتي، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامة.